حلقتنا اليوم عن التجاوز، مصير مجهول في أماكن مهملة، هؤلاء في أعلى مستويات الحاجة، هم لو وجدوا البدائل كان ما سكنوا بهذه الخرائط. مو سووا مجمعات؟ وين هالمجمعات اللي انطينا اياها؟ لحد الان انا قاعد اتجاوز يوميا، تعال شيلي شيلي، زي انا وثلاث بنات وين اروح؟ وضع الموازنه ما في رؤيه اقتصاديه واضحه، والاخوه بالبرلمان مع الاسف. النسبه مال هذه البيوت اللي تبنوها ايش قد 10%؟ بل من 3% من موازنه العراق. الديمقراطيه اللي عندنا هي ديمقراطيه افجار. بعدين انا اؤمن انه اذا يريد يبني دوله انه الوزارات الخدميه أساساً تطلع من السياسة. هم تعاركوا السياسيين ما رادوا الوزارات الخدمية، لأن يعني وزارات ما مهمة. بس أعتقد هاي ارتباطها بالمواطن ما مهم. بس طبعاً هي من المخجل الواحد يسميها ميزانية. الأولاد الصغار اللي بعد الأم الموجودين، طبعاً ذولا مشروع أساسي للفقر بالمستقبل. هذا اليوم سعيدين إنه برنامج طيبة أهلنا راح يمد يد العون والمساعدة لأحد المرضى العراقيين. هذه الأوراق اللي راجع بها السفارة. شكراً جزيلاً. وهذه الفلوس اللي هي 10,000 دولار. قيل قديماً إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام، فهل هناك مظلوم أكثر من هذه الأسر؟